دينا الشربيني نجمة حلقتنا النهاردة. هذه النجمة الشابة اللي حضورها في أي عمل وأي مكان دايماً جميل، دايماً مبهج. تقدم بقى تراجيدي، تقدم كوميدي، تقدم ساسبنس، يفضل حضور دينا خاطف للقلوب. بشكل شخصي وإنساني وأنا أعرفها من زمان من بداياتها، أكتر حاجة بتعجبني في دينا قدرتها على تخطي المشاكل، الوجع، الوقوع، سواء على المستوى الإنساني أو المستوى العملي. تغطس شوية وترجع تاني، والأجمل إنها بترجع أقوى وأكثر بهاء. يعني عمل ما ينجحش عادي أو ينجح نص نص، تختفي دينا شوية وترجع أقوى، تختار عمل أفضل. مشكلة شخصية تعدي، كلنا بنعدي بمشاكل، تغطس دينا شوية وترجع. مواقف كتيرة جدا عدت بيها دينا، لكن دينا الفنانة الشابة قدرت، أظن إنها قدرت أخيرا تلاقي الطريق الصح فنيا، وأتمنى كمان إنها تكون لقت الطريق الصح شخصيا. فنيا دينا قدرت في سنوات قليلة مؤخرا إنها تخلق لنفسها مساحة تفرض وجودها بموهبتها وجهدها، وقدمت الحقيقة أعمال كتيرة سواء سينما سواء مسلسلات، يعني كتير بقى زي الشمس ولعبة النسيان وقصر النيل، غير أفلام السينما، وصولا لكامل العدد اللي حقق مشاهدات كاملة العدد. ضيفتنا النهاردة حبيبتي دينا الشربيني المتمسكة بحلمها وبالنجاح كامل العدد. يعني انت اللي حبيبتي وثانك يو ان انا معاكي النهارده، وميرسي على الكلام الحلو قوي ده. بيبقى صعب ان انا استضيف واحده صاحبتي لانه ببقى يعني مش عارفه بقى ايه، اخش فين واحود يمين واحود شمال، بس احاول اكون بروفيشنال كده. ودايما بروفيشنال ودايما جميله ودايما منوره بجد والله. من المذيعه اللي ما كانتش شاطره قوي في شبابيك، كنت صغيره قوي فكنت ضايعه خالص. ما بصراحه مش هقدر اقول لك غير كده. لا كنت، كان عندي كام سنه؟ كان عندي 20 19. فكنت بطلع اقول اي حاجه. بتطلعي تقولي اي حاجه؟ اي حاجه هتيجي هنا هقولها. هو كان برنامج شباب يعني. فكنت انت شابه بقى بتطلعي تقولي اي حاجه. من المذيعه دي لنجمه في رمضان كذا سنه ورا بعض، لجماهيريه كامل العدد.